كثير يعني بفتخر لما بشوف شغل الايد وشغل صناعه اردنيه، شغل الايد وشغل السيدات، يعني شيء كثير كثير مهم طبعا. والشغل اللي شفته كثير بيرفع الراس، نوعيه كويسه والواضح انه مشغول بالقلب، فهذا كمان واحد كثير انبسط يعني. وبنحب نشوف يعني في كمان اشياء كثير جداد كمان، وبحب اشوف يعني هيك اشياء مختلفه. يعني واحد كثير بيفتخر لما بصناعه البلد، وبنشجعهم يعني ان شاء الله بتضل دائما تستمر يعني، وان شاء الله يعني الناس بتيجي بتشتري منهم كمان، عشان عن جد شغل حلو ونوعياتك كويسه، فالكل بيستفيد ان شاء الله.